إخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الإخوان نهضروا شوية على معاناة الكساب ونهضروا شوية على النجاة. المهم صراحة الإخوان، أنا دزت تجربة ديال تربية النجاة، تجربة صراحة الإخوان صعيبة وصعيبة بزاف، خصوصا إلى ما لقيتيش شي سارح يكون مزيان، شي واحد اللي يتعاون معاك على الزمان، يتعاون معاك باش يتعاون هو والزمان عليك، يتعاون معاك على الزمان، لأن الإخوان صراحة نعجة قاصحة في الصاير، وإلا ما عندكش لوكال زيد عليها صعيبة بزاف، وخاصها التالو باش تعطيك الإنتاج، إلا ما تغليتيش فيها الإخوان راه ما غاديش تعطيك. وإلا تغليتي فيها وما لقيتيش اللي يوقف معاك راه ما غاديش تخرج، يعني الصير اللي غادي تصير عليها ما غاديش تردو. النعجة الإخوان هي ماشي بحال الخروف، الخروف لو كلتي شي حاجة تتقيد عليه تتبقى باينة. النعجة الإخوان هي ما حدا تتكبر وما حدا تتنقص في الثمن، وفين عندك الإنتاج؟ عندك الإنتاج اللي عطاتك خروف، وتعطيك الخروف خصك تقابلو عاوتاني وتهلا فيه هو. ولا بغيتي الانتاج في النجاة خصك تجرب الخروف، يعني تزيد به العام، ماشي غير عام واحد. بارك الله، يجعل البركة. لا، تزاد عندك وخليك، خصك تخليه حتى العام الجاي اللي وصل العيد، دوز به هذيك الفترة اللي ما وصل شايت، خصك تخليه العيد ديال العام الجاي. والله يدير الخير، تحياتي للجميع. المهم هاد الاخوان، هاد النعجة هادي ربعتها، الله يسخر لها. هنا كاينه تقريبا شي 45 نجا. هذه الاخوه اللي كانوا عندها اولادها كبار، تباعوا شي حاجه في العيد وشي حاجه، المهم الله يدير الخير وصافي. ومازال الاخوان تاع هذه اللي تنصور لكم اللي سارح بيديا، حتى ان شاء الله غادي نبيعها. كان شي واحد باه، مرحبا. كاين فيها 45 راس. هي هادي الاخوان، هي في سرحة، هادي اللي عندها ولادها صغار، جبتها قابلتها شوية، كبرت شوية ولادها، ان شاء الله دابا ندخل السوق نبيع. فيها نقول 44 وحدة تتعرف، ممكن 44 نجا. استنى الاخوان، السداسية والجمعة، كاين فيها ستة اللي مقرجات شوية، ولكن ممطيحاتش، ممطيحينش. واي استفسار مرحبا. 06-61-48-27-21، تحياتي للجميع. نعجة الإخوان أصيلية ديال لانوك، ومخلطة فيها تشي بلدية.